السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعينا الكرام. رمضان كريم مبارك عليكم وعلينا إن شاء الله، وزي ما احنا عارفين إن كل الأعمال الفنية والدرامية الجديدة يتم عرضها خلال شهر رمضان الكريم، ونلاقي إن بيشهد السباق الرمضاني 2020 منافسة شرسة بين المسلسلات الكوميدية والأكشن وغيرها. ونستعرض لكم من خلال هذا التقرير مسلسلات رمضان 2020، ونبدأ طبعا أكيد بالزعيم عادل إمام ومسلسل فالنتينو الذي سيعرض مع بطولة الفنانة دلال عبد العزيز وحمدي المرغني. المسلسل ده كان مؤجل من عام 2019 لأنه كان المفروض أن يتم عرضه خلال 2019، وبسبب مشاكل في الإنتاج تم تأجيله وسيتم عرضه في رمضان 2020. المسلسل تدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى نور عبد المجيد، متزوج من امرأة كندية، وهي الشخصية التي تجسدها دلال عبد العزيز، ويعاني من الصراع معها طوال الوقت مما يجعله يفكر بالزواج بامرأة أخرى، وتتغير حياته إلى أن يقابل داليا البحيري فيجمعهما الحب. بعد كده مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال، ومسلسل الفتوة بتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي وفي فترة زمنية ما قبل 100 عام الماضيين بحي الجمالية حول شخصية الفتوة. مسلسل الاختيار بطولة النجم والفنان أمير كرارة، ونجد أن النجم أمير كرارة يخوض المنافسة الرمضانية هذا العام بمسلسل الاختيار. المسلسل بيتناول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 ساقة الذي استشهد بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وسيظهر العمل الجديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل أحمد صابر المنسي. مسلسل تيمون وبومبا للنجمين أحمد فهمي وأكرم حسني، ونجد أن المسلسل بيعتمد على الحلقات المنفصلة والمتصلة، حيث يجمع بين الإطار الكوميدي والرومانسي لكلا أبطال العمل، فضلا عن المغامرات المختلفة التي سيقوم بها أكرم وحسني طوال أحداث المسلسل. مسلسل خالد ابن الوليد للمخرج رؤوف عبد العزيز، ولم يستقر بعد على النجم الذي سيجسد شخصية الصحابي الجليل خالد ابن الوليد، ونجد أن المسلسل يتناول سيرة سيف الله المسلول خالد ابن الوليد، وسيتم عرضه في رمضان 2020، وهو من تأليف الكاتب الشاب إسلام حافظ، والمسلسل مأخوذ عن قصة عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد. خالد ابن الوليد أسلم في السنة 7 للهجرة ولقب بسيف الله المسلول، وأصبح قائد للجيش الإسلامي بعد مقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، ومدحه الرسول في أكثر من حديث شريف. مسلسل الزيبق الجزء الثاني بطولة كريم عبد العزيز وشريف منير، وسيتم عرضه على قناة أون إي، والذي سيتضمن أحداث مشوقة ومثيرة، بجانب ذلك يتم تصوير بعض المشاهد في عدة بلاد أوروبية. مسلسل النهاية بطولة يوسف الشريف الذي سيعرض على قناة سي بي سي، حيث يعود يوسف الشريف للعمل بعد غياب عامين من الدراما منذ تقديمه مسلسل قفرة دلهاب، ويعتبر ذلك التعاون الثالث بين يوسف وشركة سينيرجي بعد مسلسلي قفرة دلهاب والقيصر. وحتى الآن لم يستقر على الأبطال الذين يشاركون في العمل معه،
ويعد المسلسل إنتاج شركة سينيرجي وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي. مسلسل الكبير قوي الجزء السادس بطولة أحمد مكي، ونجد أن أحمد مكي سيظهر هذا الجزء بلحية بينما لم يكشف عن طبيعة الدور الجديد حتى الآن، كما أن الجزء السادس والفكرة الدرامية لم تتبرور لدى مكي حتى الآن، وهو حاليا يبحث عن شريك في الإنتاج، خاصة أن المسلسل من الأعمال الضخمة إنتاجيا. مسلسل علاء والمصباح السحري، وهذا المسلسل بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومن إنتاج شركة العدل جروب. مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، ويجسد رمضان أكثر شخصية اجتماعية ويناقش العلاقات الأسرية بينه وبين عائلته، بالإضافة إلى قصص الأكشن التي تتخللها الأحداث، وبها الكثير من المغامرات والحركة والإثارة بجانب القصص الرومانسية. وهذا المسلسل إنتاج شركة سينيرجي وإخراج محمد سامي، وهذا المسلسل سيتم عرضه في رمضان 2020 على قناة DMC. مسلسل أسود فاتح، ومسلسل أسود فاتح بطولة النجمة هيفاء وهبي، والتي تعود للشاشة من خلاله، والتي يدور حول مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري، والمسلسل تأليف أمين جمال وإخراج كريم عبد الله، بالإضافة إلى الكثير والكثير من الأعمال الفنية التي سيتم عرضها خلال شهر رمضان المقبل 2020. وهناك أحاديث على أنه سيتم عرض الأجزاء الثانية من الأعمال الدرامية التي تم عرضها من قبل في مواسم رمضان الماضية، فيذكر أنه سيتم عرض الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم بطولة شريف سلامة وروبي، وهذا المسلسل سيتم عرضه على قناة DMC. وسيتم عرض أيضا الجزء الثاني من مسلسل دلع البنات بطولة مي عز الدين، وهذا المسلسل سيتم عرضه في رمضان 2020 على قناة النهار. بالإضافة إلى ذلك سيتم عرض الجزء الثاني من مسلسل هوجن بطولة محمد إمام، وسيتم عرض هذا المسلسل على قناة الحياة. هذا ما وصل إلينا من معلومات عن الأعمال الدرامية التي سيتم عرضها خلال رمضان 2020. اشتركوا معنا بالقناة لنوفيكم أول بأول بما يستجد من أخبار، وكل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم عليكم وعلينا وعلى كامل الأمة الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.